متابعين معكم حلقتنا الانتخابية الأخيرة قبل 15 أيار، ومع المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة سور رئيس تجمع استعادة الدولة الأستاذ حسن أحمد خليل. أهلا وسهلا فيك للمرة الثانية بخلال ما بيشبع مني. الله يخليك. كيف صحتك أول شيء؟ والله كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله. المعنويات؟ معنويات ممتازة. أي الحمد لله. أكشوي المعنويات كل ما عم بيمرق يوم فعلا بتحسيني سعيدة. ما كنت اتوقع هالقد محبة الناس. وانا ما عم بحكي انتخابيا، يعني هلا حقلك انه اخر هم الانتخابات وما لازم اقول هالكلام، بس فعلا فعلا يعني من السعادة او الشيء اللي بيفتخر انه اقول له لاولادي هو هالمحبة اللي عم نلمسها عند الناس. نعم، وهيدي اهم ثروة واهم نعمة واهم من كل المناصب، انه الانسان يكون هو محط اعجاب وتقدير وعنده هذا الحب، لانه ما في قد المحبة بتطلع الناس من كل الازمات. الحمد لله. حسن خليل مستمر بالمعركة الانتخابية حتى النهاية. قصة تعليقك في كتير في كتير من الناس اليوم بس شافوا البرومو من يومين مع اساسا انسحب. تعرف العالم بتتاخد باول الكلام، ما بتعود تتابع اوقات القصص التانية البقوة مثل الاشاعات اللي بتطلع، بتاخد العالم من الاشاعة ما بتكفي. لا الناس بدها ناس تبرير. بس انت علقت انتخاب، يعني علقت إيه، بس العالم ما فيها هيدا الشيء، يعني هيدا الشيء مش موجود عند الناس. علقت 48 ساعة رمزيا مش بالضرورة بالقانون، وكان هدفي استنهاض كل لوائح المعارضة بعد حاسة السرفن الترهيب الموجود بالساحة الانتخابية خاصة بالجنوب. ما بدي احكي على لجنة الإشراف على الانتخابات، بحكي بساحة الجنوب بعد هجوم السرفن. علقت وقلت لكل قوى المعارضة تعوا لنوقف وقفة وحدة، لأنه نحن من حيث لا ندري إذا كملنا بهالطريقة إنه ما نستمر، وهي السلطة عن وجهها. نحن منعرف شو هي السلطة، عم نعطيها شرعية من حيث لا ندري. قلت أيضا بالمؤتمر إنه أنا غير متفائل بتجاوب المعارضة معي، وتبرهن إنه صح. إذا ما تجاوبوا أنا بعد 48 ساعة مرشح في قلب المعركة، وصرت حاطط 100 فيديو و400 بوست أنا في قلب المعركة، ومبارح حطيت وحدة أرجو التوزيع لكل محب، فأظن مش الحال. نعم، لحد هالساعة شو بينت لك تجربة خوض الانتخابات النيابية عن قرب؟ شو الخلاصات؟ أهم يعني صار لي 30 سنة بعتقد بكل تواضع بناضل، ولكن بناضل عن بعد، وفي فترة عشت بلبنان بوقت اللي عملت الجريدة وهلما جرة، ولما رحت على مؤتمر الدوحة شفتهم كلهم مؤتمر الدوحة، شفتهم كيف لما يكونوا مع الغربية بكونوا كلهم هيك خواريف مسالمة، لما بينزلوا من الطيارة بصيروا طواويس منفوشي والكونفويات والسيارات الفيمية والمسلحين. بس برضو قلت يا عمي هذا السياسيين اللي اكتشفته هلأ بمرحلة الانتخابات، وأول مرة بترشح انتخابات لما كنت اسمع أنا انه يا خيي لبنان مخطوف، وانا بكتب عنا بتعرفي مخطوف مسلوب منهوب مقموع مدلول، كنت احكيها من غير ما اشعرها. هلا مرحله الانتخابات خاصه هشي. بعد الزيارات اللي عملتها على الجنوب مش اكدت لي، يعني هلا حديث طويل حنحكيه. اذا بدي خلي انا المشاهد يعرف بالتفصيل شو يعني جو الترهيب الموجود مش بس بالجنوب، بالساحة السياسية اللبنانية. كان هذا السؤال التالي، بتحكي كتير عن تخويف الترهيب، هل بتتخوف من عمليات لا مش ضروري، ممكن انه تطال صناديق الاقتراع، ولا قصة هذا الضغط النفسي الذي يمارس على الناخب؟ مش ضغط نفسي على الناخب، بس ضغط وخطف للمواطن مش للناخب. انا خليني اول شيء اوضح بودايه الحلقة، هيدي انتم بتسموها لانه مجبورين ضمن قانون الانتخاب انه تقولي هيدي حالة انتخابية. أنا اللي بحب يصدق هو حر، هذه ما بعتبرها حل انتخابية. الانتخابات ليست همي، النيابة ليست همي، ولا كنت يوم الأيام أطمح للنيابة، إنما وجدت نفسي في هذا الصراع أو هذا التنافس من حيث لا أدري ومستمر فيه، وبقلك إنه شرف عظيم نكمل فيه. فهذه مش حلقة انتخابية، وما أقوله اليوم أقوله كوديعة للشعب اللبناني وخاصة للجنوبي. ما عاد في عنده شيء يخسر الواحد، نيابة تجي ولا عمرها ما تجي، في أكثر من هيك. هلا الناس أصحابي يا أخي ما بترشح انتخابات تقول لي هيدا رأيي لو خالفت كل الناس، هيدا رأي مناقض لأنك أنت مرشح، يعني أنا ما مرشح تقول مستمر. لا أنا عبالك مستمر بالصراع. أنا همي مش 15 أيار يا داليا، أنا همي مش 15 أيار،
همي 16 أيار لأني أرى صورة يعني ما بحب أحكي عنها بالتفصيل ب 16 أيار. أنا مستمر في الصراع في السباق الانتخابي وسأكون شرس في تنافسي. إنما بالماضي عامل معك مش الحلقة الماضية مش سنتين الحلقة تذكر التاريخية قبل اللي غوار الطوشي دوريد لحام لما قال تعلقه ببلده قال لك يا ستي أنا بلدي مثل الأم إذا هي بردت أنا بغطيها. آخر شيء قال أنا سرميتها لأمي. أنا هلأ بالسيناريو اللي شايفه لبلدي البلد مثل الولد والله لا يجربنا ولا يجرب حدا بابنه. فكيف إذا أنا عم بشعر إنه بلدي مثل ابني ولا سمح الله ممكن يصير له شيء؟ بلدي أنا خايفان عليه مثل ما بخاف على ابني. هل أدي خايفان على بلدي؟ 16 أيار هو اللي عم بخوفني لأنه العصابة مستمرة والسيناريو نفسه حيعود ب 16 أيار. حيرجع الكتل يطلعوا حتى لو خرقنا وحنحاول نخرق وحنحاول إن شاء الله ننجح ونواجههم بالمجلس النيابي. ولكن ما أراه هو نفس كتل النيابية حتطلع. وهوني كمان قبل ما ندخل بموضوع الترهيب والهيدا اللي سألتيني حأرجع له أكتر الحديث مشان يعرفوا هالفترة حقضيها الليلة هو حتتوجه مش على السياسيين على الناس. وأنا مسبقا بعتذر ممن ممكن أنه زعلوا اليوم ولكن ما يجب أن يقال يجب أن يقال. لا يمكن ولو كنت فريد ووحيد أنه إلا أقول انه الشعب اللبناني هو فريد من الشعوب اللبنانيه بانه مجرم بحق نفسه وبانه هو غير مسبوق كما انه الله بعث له سياسيين غير مسبوقين. هذا الشعب غير مسبوق بانه لديه نزعه حيوانيه انتمائيه الى غرائزه اما الطائفيه او الطبقيه او العنصريه او النرجسيه. مش شيء طبيعي مش شيء طبيعي داليا بعد كل اللي حصل في أكثر من جنى عمر الناس. الإنجيل بيذكر المال، القرآن بيذكر المال وضعه بأولوية على البنون، المال والبنون زينة. طب كيف إذا واحد روح لك مالك وجنى عمرك غير أنه قتل لك 200,000 قتيل بحرب؟ برضو أنتوا كل ما حزب دع على مهرجان بينزلوا له بالآلاف. هيدي شيء بدأ علم نفس علم اجتماع والله العلماء بيجنوا. فبالتالي أنا بعتبر المجرم الأول بأنه نحن بالوضع اللي نحن فيه هو الشعب اللبناني بعد ما كنت أضع كل السياسيين هن بالمسؤولية الأولى. ما ممكن أنا أنه إلا أصرخ بصوت عالي لو زعلت كل الناس. استاذ حسان مالي خلينا نخفف على هذا الهجوم عن هذا الشعب. ما تلومون وحرام لا مش عم قلك حرام. أنا عم قلك نحن بثقافة سياسية طائفية لنهاجتها مختلف الأطراف لحتى تثبت وجودها بدك تعيد بناء شعب من أساسه. ما فيك تلوم عمره بتعرفي العبد اللي قديش عمره بس سامعه من 10 سنين وعشرين وثلاثين واربعين ومئتين سنة وعلينا إلغاؤه في النصوص في النفوس قبل النصوص. بتعرفي هذه النفوس قبل النصوص قديش عمره؟ مينيموم 200 ل 300 سنة من 1860 لغاية بس اليوم. بس نحن اليوم جايين نحكي بكل التفاصيل الهيدا يعني لا هيدا اهم من انتخابات داليا تلوم الشعب بس داليا هيدا اهم من الانتخابات كمان. هيدا شيء بدك ما وصل لك بعد الطبقه مثل ما هي كامله متكامله شو تقدر لحظه انت وين الطبقه الكامله المتكامله المتفاعله اللي ماشي بنظام غير طائفي تقدر هي تجمع يعني هيدي الناس؟ انت بتعرفي انت بتعرفي ما ما صرنا ما صرناش 20 سنه طالعين من حرب دروس بين الطوائف. اول شيء صرنا طالعين من 89 89 11 22 33 سنه. سبع ايار ما كمان من 89 لا هيدي مش حرب هيدي سبع ايار. طيب سبع ايار تصارع قوى سياسيه متحصصه بين بعض البعض طبعا. لا بس شو بيطلع لك؟ بيطلع لك اهل بيروت بيقول لك هجموا علينا بياخذوها انه الشيعة هجموا على السني. يا خيي هيدا النظام ما فيك انت تضلك تقولي نفس الكلام الغاء بالنفوس قبل النصوص. سنغافورة فيها الملي وفيها الصيني وفيها البنغالي وفيها الهندي وفيها الباكستاني فيها المسلم فيها البوذي فيها الهندوسي. اجا نظام قال كله متساوي في الحقوق والواجبات ممنوع تنتمي لا لعرق ولا لدين. تغيير النظام لا اجا نظام. فاذا انت على اساس لحتى تغير الناس بدك تغير النظام. هذا اللي عملك عليه الناس هن مثل السمك الصغير السمك الكبير اللي بتعملها. بس الناس ايضا ما وصلت لوقت تتعب
انه يا اخي انت ما طب هلا اللبنانيين الموجودين باوروبا وانا عايش باوروبا هلا ما شفت المناظر امبارح انتخابات طب كيف واحد هلا بحكي لك قصص شفتها بضيعتي واحد قال صار له 35 سنه بالمانيا خسر 40 مليون دولار بلبنان لابس قميص حركه امل مندوب لحركه امل وبقول لك خسر طب سال طب كيف عامل مندوب شو الحركه هي روحت المصريات يعني ابن الحركه ابن القوات ابن التيار ابن المستقبل ابن اشتراكي كل واحد بينسى مصرياته بيوضع ما فيك تسويهم كلهم مع بعضهم كمان يعني ما فيك تجي تسويهم كلهم مع بعض معلي اعذريني ما في حدا بريء من دم هذا الصديق الجهل والجهل والجهل هو العدو الاول للمجتمع اللبناني انا مصدوم كنت اعتقد هذا البلد اللي طلع منه الحرف والشعب اللي هاجر لكل اصقاع العالم من البرازيل وصل لنيوزيلندا لهونغ كونغ والصين لافريقيا للخليج لاوروبا بتلاقيهم بالبدلات والجرافيتات اقسم لك بالله واليوم بدهم يسمعوا مني كلام يطولوا بينه علي بنحكي بجوردن براون وجون ميجر وماغريت ثاتشر بنحكي بالليبرالي وبنحكي بالديمقراطي والجمهوري بنحكي بحزب العمال وحزب الكذا الا وقت اللي بتجي للبنان ما تجيب سيره المورني ما تجيب سيره الشيعه نحن ما شو هذا شعب متخلف شعب متخلف اللي بده يزعل مني يزعل إذا أنا معركتي ليست الانتخابات النيابية معركتي أن أرفع حالة الوعي عند الشعب اللبناني هلا ما فينا نحن بساعة نهجم عليهم للبنانية هالهجوم أنا يا أخي بتحمل مسؤولية هجومي يعني خلينا حدا يجي يقول لي غلطان بكلامي بقول للي عم يدعوا للفيدرالية بقول للي عم يدعوا للتقسيم بقول لكل اللي بيدعوا بحقوق الطوائف إذا بنترك المسيحية يعيشوا ببعض الدم بين بعضهم أكثر ما بين بعضهم والطوائف أخرى بين الشيعة بين بعضهم بين السنة بين بعضهم وبين الدروز بين بعضهم ثم بين بعضهم البعض اللي بيقولوا بالفيدرالية أنا مستعد أقبل بالفيدرالية ولكن على شرط نحن الذين نريد مجتمع مدني دولة مدنية أن يسمحوا لنا بقطعة جغرافية نعمل استفتاء ممنوع الاستفتاء طب هلأ نرجع انتخابات هل معقول أنه قانون انتخاب ما بيسمح لي أنا ككيان بشري إنساني إلا ما يكون اترشح عن مقعد مذهب معين والناخب بده يروح ينتخبني بمذهب معين فيه عليه وعلى هالنظام ساعتها عفوا أنا اليوم ممكن عاطفي لأنه قد أرى أنه قد تكون آخر مقابلة تلفزيونية لوقت طويل وقد أدلوا بدلو اليوم أماني للشعب اللبناني نحن مجرمين بحق حالنا مش السياسيين فيك تفسري لي كيف بيعملوا الأحزاب مهرجانات انتخابية اليوم بتحشد بالآلاف ونحن منا ندعي للقاء بخاف الناخب يجي يلاقينا لأنه بيصوروه وبيهددوه بوظيفته بيهددوه بخيه بيهددوه برخصة البنا تبعه بس أنا عمل لك شفتها امبارح بعيني مشان هيك عمل لك ما فيك تساوي كل الأحساب ببعضها وكل الناس اللي بتنزل على المهرجانات ببعض بفهم أنا عاطفتك للتيار لا مش للتيار لا أكثر من حدا ما بيمشي بالترهيب والترغيب ما في أحكي بشكل عام بس تعرفي داليا لأنه عم تساوي الكل مع بعضهم المشكلة إنه كل واحد بيحكي إنه كله مزبوط بس مش نحن هلا خليني اليوم فيش خلي واعتبر كلهم يا ستي لا ما في يعني التيار ما بيزعل مني لا مش بس التيار مش بس التيار مين سميلة لشو على اكثر من لا سميلة مثلا لا عمول لا لا مش بس التيار مين مثلا اليوم مشكلتك استاذ حسن موجوده بمنطقتك اللي انت عم بتعاني الامرين فيها ما لا شفت لا انا لا لا ما شفت انا بمنطقه ثانيه في هذا الترهيب وانه الناس ما بتنزل والمجتمع المدني اذا دعا ما بينزل بلا شفت حضرتي انت امبارح على الاعلام مهرجان العرفان بشوف لا ما صار وقت اللي الزعيم الدرزي بيوقف وبكون في قدامه حوالي 4-5 آلاف عمامه يعني هيدا ماسك الطائفه الدرزيه باسم الدين او المذهب الدرزي لما بتشوف الحزب الله او حركه امل مستنهضين ما يسمى الانتفاضه الشيعيه هيدا جو طائفي كذلك الصلبان المعكوفه عند القوات اللبنانيه كذلك لما يحكوا اهل السنه بطرابلس وبيروت هيدا بلد بدك تنمى انت بعصر النانو تكنولوجي العالم كده يا عم مش كنا نحن رحنا على افريقيا وتركان افريقيا بلاد جهل انا بشرفني اليوم اللبناني اللي بافريقيا اللي هو صار افريقي افريقيا متقدمه علينا عصور صارت بالديمقراطيه بيطلع رئيس جمهوريه بيسلم لواحد بصير انتخابات ببعض الدول الأفريقية نحن صرنا من أكثر إن لم يكن أكثر الدول العالمية متخلفا أنت فيك تشرحي لي اللبناني اللي أنت لابسه هالتيار اللي بيجنن بهالورود وأنا لابس طقم كيف ما بنقدر حتى لو رحنا على نيويورك وباريس وجدي وين ما كان بالعالم إلا نحن سني وشيعة ودروز وموانو وأرثوذكس وكاثوليك كيف هيدا
وين إنسانيتنا؟ وين وطنيتنا؟ وين هلا بيقولك هذا شو عم يحكينا الشعر هذا حل عنا يا؟ لا أنتوا حلوا عني. نحن حيضلوا لبنان رايح للدمار وكل واحد لاحق زعيم ولاحق مذهب ولاحق حزب وهذا وانطريني ب 16 أيار. بدك قلي بمنظر 16 أيار؟ بدي كفي بعدين بتقلي، خليني كفي بهالحلقة لحتى ما انهي يعني قبل ما انهي انهي بطريقه مش فيها امل. مش معناتها بتخلين عن لبنان ها؟ اوكي. يعني معركتنا حاله وعي مش بتخلين عن لبنان. قلت لك انا مبسوط لانه شايف انه في حاله وعي، بس شو مشكلتها حاله الوعي؟ كتر خير الله شفت في شويه حاله وعي. كنت جاي اشرح لك انا هلا شو شفت. يعني حاله الوعي اللي شفتها اذا بقول لك بالالاف وانا ممكن يعني عاده ما بحلف الا اذا اقسم يمين ديني بالالاف بيتصلوا فينا نحن معك بس على السكيت. طيب بكره الصناديق بتبرهن يعني هلا لا لو ما برهنت الصناديق الليفل اللي كنا فيها وصلنا له شعارنا فاذا الخرق نحن نجحنا اوريدي فاذا الخرق بده وقت بقول لك نجحنا فاذا الخرق هيدي بادره من انه بدل يعني ما تقول لي انه مثلا من 30 سنه نحن مكفينه من 40 سنه وهذا الحديث وين سمعته اليوم نحن امام عناصر تغييريه بالفكر بدها وقت لحتى تبنى ما بنفقد الامل يعني اليوم اذا هذا الشعب كان فيه نواه ناس عم بتبلش تغير مع الوقت رح تبني نظام ودولة جديدة فلنسعى كلنا سوا انه ما نيأس وما نقول انه اذا هالمرة فيها بعد مجموعة أنا من الناس مكمل. نعم. بس انا علي وصف انا كيف ما بدي يكون هالقد مستيق في الطائفة الشيعية اذا خرقنا يعتبر هيدا انجاز هلأ الناس بيقولك يكفي انه ترشحته مزبوط. يعني تصور قد وهيدا رأي الأغلبية يعني نحن قرن 21 نحن قرن التكنولوجي بس نحن قرن الحروبات والنظام المهترئ والنظام الطائفي وبدك وقت لتصفيه من هذه الشوائب اليوم بالقبل كنت تمون على ابنك من 4 سنين تقول له نزال انتخب هيدا صاحبنا اليوم بعد 4 سنين وهيدا درجة من الجدل اللي أنا بحب انقله كمان للناس لا الشباب اللي عمرهم بين 28 والأربعين سنة عم يعرفوا خياراتهم وين عم يشوفوا مين أزيهم عم بيصيروا يجادلوك بيقولوا لك لا أنت بتموني علي أكل هالأكلة بس أنت ما بتموني علي لا كأمي ولا كأختي أني أنا بس انزل بس مشكلتي مع الجيل الجديد أيضا وأنا بحيي الجيل الجديد وأملي فيه انه صحيح هو نوع من نقم على الوضع القائم وقال انا مش معهم كلهم وهلا طالع وحده اغنيه حلوه كثير بوب او هيب حلوه كثير هي انتفاضه نقمه على الوضع القائم بس بدهم يعرفوا تاريخ بس كمان بس لازم نعم. الجيل الجديد ايضا يدرس علوم سياسيه مش بس نحن ما بدنا وبدنا نعيش احسن من هيك لا بدنا نعرف لعبه الامم مطامع الدول الخارجيه فينا موضوع الغاز والنفط الحدود مش بس انه نحن بننقم من غير ما نقدم بديل هيدا انا بقول لك رسالتنا هو رفع حاله الوعي عظيم كتير منيح رفع حالة الوعي مع الايه مع انا دايما بوافق بالاشياء اللي فيها شوية ضوء لانه الاشياء اللي بتكون كلها مسكرة بتخلينا نوصل لمحل انه لا ما في حل لا في حلول حضرتك حل من الحلول الشاب وقت اللي بيجادل على مين وبنقول له روح دراس تاريخ وشوف هيدول المعايير اللي بدك لازم يكونوا لبلدك كمان هيدي مرحلة من حالات الوعي ولو ضئيلة يعني نحن عم نحارب منظومة معشعشة بكل زاوية من زوايانا ما فينا نجي نقول هلا انتوا ما عم تفهموا ما بتسمعوا لازم انا اترككم وفل او انتوا ما في منكم انا اتركوا في ابتدي انا لا لانه بلشت فيه لللبنانيه بشكل عام يعني كمل اكثر طيب في بس اليوم قبل ما كفي بهذا بدي ارجع لقصه الترهيب خوفك من غش او كذا هل استوقفك اليوم حديث السيد حسن نصر الله ايه طبعا شو اكثر شيء استوقفك شوفوا ما في شك السيد يعني مثل بيقولوا عنه سيد الكلام وخطيب رائع بس دايما من احدى تجارب الايام ما كنت ضالع بالصحافة ونشوف قياداتهم وهذا احد القياديين طعش فيي بجملة قال لي اكثر الناس بتمدح بالسيد وهو في نزعة عند اللبنانيين كلها يعني هو بعد شوي تأليه الشخص نحن معنا زعمات يجب أن تؤله إنما هذا الرجل قدم أكيد قدم هذا الرجل يعني يجل أنا ما بظن في خلاف حتى من أخصامه وأعدائه أنه يقولوا غير هالكلام هذا بس منرجع لخطابه واضح هو استنهاض البيئة الشيعية بس من أجل التصويت باستعمال
رصيد تموز. استعمال رصيد المقاومة. يعني أنا بس لحتى ما سمع بس لتكفي لحتى اللي ما سمع، لأنه أنا كتير بهمني ركز على هذه النقطة انطلاقا من اللي حضرتك قلته. وصف الانتخابات بحرب تموز السياسية، دعا إلى الاقتراع الكثيف للمقاومة. يعني أنا بهمني كتير قراءتكم لهذا الشعار الكبير، اختصر المعركة الانتخابية وكأن مقاومة يعني كأن حرب تموز سياسية ومقاومة ضد العدو الإسرائيلي. شوف السيد حسن وفريقه إذا كان عندهم رصيد بنوه من خلال إنجاز المقاومة وما زالوا مستمرين، هيدا حق من حقوق إن الطبيعي، وهني قد ما هني أخلاقيين ما عم بيخلوه لإلهم، عم بيقدموه مثل ما قدم انتصار 2006، عم بيقدم حتى جهوزية مقاومة كهي حماية للبنان بالكل. هذا رأيي أنا، وعفوا من كلمة أنا، بخلال كل يعني الخبرة اللي إلي معهم وما في تواصل من كم سنة، بس بعرف عقلهم كيف بيشتغل. رصيد المقاومة شيء، والدولة شيء آخر، والملف الداخلي شيء آخر. الخلاف بين فريق شيعي ولبناني، مش بس شيعي، شيعي ولبناني مع المقاومة، إنه ما في فريق مثلي ومثل اللي أنا مرشح معهم على الانتخابات. نحن مش ضد المقاومة، وحتى كمان إذا ما بعرف إذا وصلك، السيد اليوم بادر قال نحن جاهزين في أي وقت ودوما لمناقشة استراتيجية دفاعية. يعني هني مش قاعدين مسكين السلاح حبا دايما، هذا الكلام صار له 25 سنة بينعاد، واللبنانيين ما حيتعلموا. هلأ حاملين شماعة اسمها المقاومة، المقاومة ما عندها شيء تقوله إلا أنه هي مقاومة، واللي ضد المقاومة حاملين شماعة أنه هاي المقاومة والسلاح هي سبب البلا في لبنان. أنا بظن اتنيناتهم لازم يتناقشوا، بس خليني أرجوك يعطيني دقيقتين بهالموضوع لأنه مهم جدا، أهم من الانتخابات. جماعة المقاومة أيضا لازم يعرفوا أنه نحن إذا مدحنا فيهم شيء، ولكن فسر لهم أنه رغبتنا بوجود دولة قوية حاضنة عادلة أيضا شيء آخر. يعني المقاومة شيء، وإفلاس المصارف وخسارة الناس جانوا عمره شيء آخر. المقاومة شيء، والمجارير بالبحر والزبالة والمطامر شيء آخر، والحشو بوظائف الدولة شيء آخر، وفساد البلديات شيء آخر، وكل تدمير بنية المجتمع اللبناني شيء آخر. فهني دايما عنده نظرية نحن ما بنقدر نتعاطى بهيدا لأنه لدينا أولويات. جوابنا من 20 سنة ما أنعناهن ولم يقنعونا حتى اليوم، إنه العدو نتمثل فيه الإسرائيلي أيضا عنده أيضا أولوية الصراع معنا، ولكن ما وقف بنا اقتصاد ولا دولة ولا استخراج نفط. استخراج النفط هلأ بيجي، هو أتى على استخراج النفط، إنه ما رح نسمح له. نحن هلأ ذكرت أنا خلافنا مع منهاج المقاومة، نحن مع منهاج المقاومة إلى أن يكون بديل لها، ولكن أيضا ممكن نعمل أولويتين وثلاثة وأربعة مثل الكيان الإسرائيلي عنده 20 أولوية، ومثل كيان أي دولة فيها طاقات. نحن حجمنا الطاقات وسخرناها كلها لبناء مجتمع مقاوم فقط، ننجح بالعسكر. تصور أنت إذا بدك قلك وين من أخفق إفشالات أو إخفاقات عندهم، أفشل إخفاقات بالإعلام. يعني تصور أنت كل الفريق المناوئ للمقاومة نجح، حتى أنا بمجتمعي أصدقائي حاج تحكينا والله لو ما في مقاومة كنا نحن عنا دولة وهن أساس كل بلد. طب أنتوا ما عندكم إعلام؟ يعني قدروا نسيوا الناس الحريري السياسي والترويكا وحلف جنبلاط وبري ورفيق الحريري وبعد إنجل سعد الحريري ومئاتي والسنيورة، نسيون كلهم إنه أساس البلا هي المقاومة. البنوك فلست لأنه مقاومة، طيب هني يروح دافع حالهم. أنا الحقيقة ما رعم ماني مضطر دافع عنهم، هني يجي يدافعوا عن حالهم. هني بيعتبروا نحن ماشيين ومع جوا يبلطوا البحر. لا، مش هيك بيتعاطوا مع الشعب اللبناني. بدكم تتعاطوا مع الشعب اللبناني، ما فيك انت تقول انا ملف المقاومه، ولما نزلت الناس تعبر عن ألمها ب 17 تشرين ما في حكومه الا حكومه وحده وطنيه من الاحزاب الموجوده. ما فيك تقول للناس انا ماني شاعر بالامك. ما فيك تقول للناس وقفوا على طوابير الزل انك بتجيب لهم بخلتين مزود، بدل ما انه انت تشوف مين هن مافيات المزود. ما فيك. يعني في امور كثير بتنحكى، بس وقت اللي بيحملوا موضوع السلاح، وانت سألتيني على سلاح صرت شرحها، هني حتى ما بيعرفوا يدافعوا بهالموضوع. في نوعين من السلاح، أرجوك انت دققي معي. في سلاح الفردي
حرب شوارع وفي سلاح تحت الارض. موافقه معي؟ طبعا. سلاح تحت الارض مش انه المقاومه بس وجمهوره، لو كل الشعب اللبناني والمقاومة جمهورة كانوا ضد هالسلاح فينا نخلص منه؟ لا نحن شو اللي بيخلصنا منه؟ معادلة أمريكية إيرانية تسوية إقليمية. مزبوط. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. طبعا شو حاملين الشماعة وموقفين كل المسار الدولي؟ لا بدنا نعرف، وانت مع السلاح ولا ضد السلاح؟ طب روحوا بلطوا البحر، أنا مني مضطر جاوب، وبفهم ساعتها المقاومة عن جهيتهم إنه ما يجاوبوا، هيدا بهالموضوع بفهم. نجي للموضوع الفردي تاع سلاح الشوارع. من هو الفريق السياسي اللبناني اللي ما عنده مسلحين شوارع وعنده سلاح فردي مستعد يعمل حرب أهلية؟ سمي لي أنت فريق واحد، أنت بتسمي لي ما حسمي. لا أنت أنت أنا اليوم مستمعة قلت لك اتسمع. ما في فريق لبناني لا بالسياسي ولا بالسلاح الفردي ما بيقدر يوقف الدولة، فبيحملوه أيضا أنه هو ميليشيا. ليش القوات اللبنانية ما عندها ميليشيا؟ ما عندها مسلحين؟ مستقبل ما عنده مسلحين اللي بنشوفهم عند كل دقة وعصرة قصقص والضاحية وطريق جديد وما بعرف وين، ما بتتسكر طرقات السعديات والناعمة، ما بيصير شيء مشاكل بالجبل أبرشمون وما أبرشمون، ما بتصير مشاكل ببعلبك الهرمل. لك عندنا نحن نظام حتى لو أصغر الطوائف الأرمن إذا قرروا إنه يقولوا نحن بنعتبر حالهم مغبونين بالدولة بيعرقلوا مسار الدولة. فمش بس يعني أنا حتى أقول لك أكثر من هيك، الحزب حتى بكل قوته سلاح هو أضعف طرف سياسي اليوم موجود بلبنان كطرف سياسي، كقوة عسكرية هو أقواها أكيد، بس بدنا نفرق ما هو بس بينحل بمعادلة إقليمية لشو متعبين قلبنا فيه، وما هو يتعلق بإمكانية الاضطرابات الأمنية واللي ممكن يزعزع الأمن والاستقرار بلبنان. هيدا ما في ولا حزب فيك تبريه من إمكانيته إنه يعمل مشاكل. طيب عظيم. بتتخوف من عمليات غش ممكن إنه تطال صناديق 15 أيار ب 15 أيار؟ 100%. وبعت لي زميلي الأستاذ رياض الأسعد اللي نازل معك على الليحة، نازل معي على الليحة، بعت لي بين 2018، يا ريت فيه يفرجيها الكاميرا، بتبين صغيرة. لا فيك تقراها أو تقولها. لا هي تيبل. أيه. تيبل. أخذنا وين القرى اللي ما كان له مندوبين فيها، أنا ما كنت معه وقتها، ما في مندوبين 100% للائحة الثنائي 100%، يعني ما أخذوا صوت 100%. صناديق كلها، وفي سميها يعني، يا ريت تعطيني بس ثانية هي ها، مية بالمية نزل الصناديق الثاني. هلا في إلها حل، في إلها مندوبين. مندوبين أنا شخصيا زملائي بالليحة عم بلاقوا مندوبين، أنا شخصيا ارتقت إنه ما عرض أحد أي شخص يتحمل مسؤوليته يتعرض لأذى جسدي بسببي. وأيضا بزيارتي للجنوب امبارح كنت بضيعتي، ضيعتي اللي قلت لك بالحلقة اللي قبل، قريبتي قالت لي ما في اعطيك ديوانيتي بخاف يأذوني، امبارح بضيعتي طلبت الحسينيه، هلا صارت افيلبل الحسينيه، ما منعوا عني، بس اجاني توصيه وكان معن حق فيها. بس انت اذا ما بدك تحط مندوبين وعندك مندوبين. وعندك بروف انه بهيك بالمحلات ما فيها مندوبين ممكن يصير غش، شو الحل؟ شو الحل لك؟ جيكي قبل ما اقول لك الحل على المندوبين، امبارح الحسينيه افيل انه بيعطونا اياها، بس اجاني توصيه واخذتها، انه انت بدك انه تروح على حسينيه وتلاقيها فاضي، العالم مرعوبه. قال لي شاب صغير امبارح باللقاء اللي عملناه باحد البيوت، قال لي اخذني على جنب، عمره شي 25 سنه، ابوه يعني رجل مع الحركه بس هو متمرد مثل ما انت قلتي، عامل مندوب للحزب الشيوعي. قال لي دكتور ما قال لك عليه بيي انه إذا ما عمل اللي عم بيعمله، إذا إجا خيي بكرة من برا بده يعمر حيط بالضيعة ما بيعطوه رخصة. إذا أنت عملت لقاء بالحسينية وبيصوروا مين اللي بيفوتوا، أنا زرت أحد الأشخاص امبارح ما حسميه حفاظا عليه، إجي قالوا له صحيح إجا لعندك على المكتب وقعد وفوتوا على الأوضة الجوانية، يعني إجي إنه أنت قعدت فلان، هو له مركز رسمي، فأنت مراقبة، مهددة بوظيفتك، مهددة بقوت عيش. والله حقول لك بس هالشغلة إذا سمحتي لي، في واحد اليوم بعد الظهر بنادي اليرزي حكي لي
قصة من صديق له قال له أنا احتجيت بأحد البنوك عن المدير العام اللي تابع لأحد الوزراء عن وزير. تاني نهار اجي خبر توقف راتبه. بعد بيوم قالوا له بيرجع راتبك إذا بتزور الوزير، وإلا راتبك ما بيرجع وخيك بالمحل الفلاني بينفصل من وظيفته. نحن شعب مخطوف. ايه بس في قوة، في كان يتشكى بالقضاء وفي كفي أيوة قضيته وفي في في فوت على الاخر فيها وفي براهين كثير، في براهين كثير صحيح صحيح انه هيدا الموضوع أيوة ممكن يوصل يعني الى خواتيمه يعني. يعني اذا راح بالقضاء عندي بقضاء جنوب وانا ما حاذكر اسامي، في عملها قضية رأي عام استاذ، وعملها قضية. انا اكثر واحد بحكي رأي عام. وين وصلت؟ انت قادر تحكي تطلع عم تجاهر، عم تجاهر بكل شيء وعم تحكي انه في مثلك مثلا. تعرف ليش؟ لانه انا من حسن حظي ليس هناك ما يهددوني فيه ولا هناك ما يغروني فيه. بس واحد، في حدا مواطن عايش بلبنان ما عنده امكانيه التهديد لو باي شيء من مقومات معيشته؟ انا عم بقول لك. طب خدي معلش وقفي عندي الله يخليك. شفتي الفيديو تبع المواطن لأخيرا إجا مواطن طلعت عنده الجرأة؟ شفتي الفيديو اللي وقف قدام الوزير علي حسن خليل؟ كل العالم شفته مش شفتي. بس أنا ايه. وقال له يا معالي الوزير أنا قررت أنا وأهلي ما بدنا ننتخب وهذا، ويهزله براسه هيك. شفت الفيديو تبعه نفس الشخص تاني نهار؟ شو أنت بديت شو شفتي؟ لا أنا شفت أنه وقف قدامه عم يعتذر وبعيد مترين، ما لازم يقرب له أو يقعد حده، واقف وهداك قاعد ورخي إجره الشمال. اخر شيء طبشت له لا ولا يهمك اقعد. طب هذا الوزير سال حاله هذا الاسلوب الى متى ينضل؟ واذا فعلا بعد ما اعتذر له هالمواطن المذلول البريء وتبرت منه عائلته، هل فعلا صار يحبه لانه تهدد، ولا صار يكرهه اضعاف؟ طب ما مرق ايام بالتاريخ تشاوشيسكو مرق هيك. هيدي الممارسات، هاي الممارسات ما ممكن تستمر يا داليا. نحن عبالك هدف مش انتخابات. هون بدك توعي الشعب. نعم هون بدك توعي الشعب. انا عبوا عم بعمل نعم يعني عم بعمل انا يعني. بس هيدي أنا هيدي حوادث ما بتصير على صعيد كل البلد، هي حوادث بتصير مناطقيه. طب في كفه معك، هل فينا نحكي بالانتخابات عن معارضه ومعارضون اليوم؟ من هم يا ستي؟ انا بهذا الترهيب في مرشح اسمه حسن اللي مثلنا، عفوا اللي مثلنا. شو المشاكل المعارضون؟ هلا جيك على المعارضون والمعارضات، وهذا مهم موضوع لازم يسمعوا الناس شو صار لحتى عملنا ليحة من أربعة، وليش ما عملنا ليحة موحدة. في زميل نازل الانتخابات بنت جبال بلائحة التحالف اليساري، أنا هذا بوثق فيه مثل شخصي، اسمه المحامي حسن بزي، هو مع مجموعة المحامين الأبطال المناضلين اللي قاموا الدعاوى على هو والمحامي حسن هيثم عز والمحامين الباقيين بلا ما اسميهم، ما بحفظ اسميهم كلهم، على رياض سليمي وعلى المصارف وغيره. طب مرشح عن بنت جبال، هو مع المقاومه بتخونه انه عميل سفارات، الى درجه عم يتعرض لترهيب هلا، الى درجه هدر الدم. واللي ضد المقاومه بسموه هو وجهه للمقاومه، شو بدك هذا كذب هن حاطينه. مش ايضا انت سالتيني مره الماضيه انه انا وبشرى الخليل انه واجه المقاومه؟ طيب يعني تفضلي. يعني هالقد ممثل انا يعني شون كونري، انا هالقد عم بحكي وانا طيب واجه يعني المقاومه؟ يعني في اذا بدي ارجع للسؤال، بتعتبر انه معارض ومعارضين ما في معارضه بهالانتخابات ولا ما في؟ للاسف للاسف على صعيد لبنان كله في اكيد معارضين شرفاء، في معارضين من اللي نزلوا بثوره طيب تشرين. مين هن؟ لا ما حسمي اسامي، انا ما بدي، انا ما جاي اعمل، بكفيني العداوات. هلا بتيجي انتم ما في الا طلع نضاف الا انتم يعني؟ لا مش هيدا اللي قصدي، بس للاسف في ابرياء ايضا بينجروا ما بيعرفوا. يعني ليش نحن ما تحالفنا مع لائحه المعارضه اللي اجوا عرضوا علي، وانا مسؤول عن كلامي بالتلفزيون، اجوا عرضوا علي ترأس اللائحه الاخرى بس على شرط بالاول ترك بشرى الخليل. قلت له اعطيتها كلام، انا ما بعرفها لبشرى الخليل، تعرفت عليها مؤخرا، ما بعرفها يعني شو اتركها، ما انا اعطيت كلمتي، انا ما برجع عن كلمتي. طيب رجعت روك رياض الاسعد، يعني شو برياض الاسعد؟ قال بالانتخابات الماضيه نحن ويختي. طيب اعطيته كلمتي، ما بتخلى انا على حلفائي، نحن بنعطي كلمه ما تخلى عنا. رجع جاني تلفون واجى لعندي احد رؤساء الاحزاب، يا اخي تعال انت ورياض اترك لنا بشرى. قلت له طيب انا بدي اسالك سؤال، اذا تركت بشرى بتجيب اصوات قد مجموعكم كلكم، ليه بدي اتركها؟ اعطيني انت سبب.
قال لي مين قال لك ما نجيب؟ قلت له طب اعتبر انا تركته. انت كيف بدك يعني انزل عندك مرشح اسمه علي خليفة يختلف خطابه عن خطابنا؟ قال شو باستجام؟ قلت له سمعت عنه محترم. انا ما بعرف عن اي ليحة، بس لانه العالم الجنوب الثاني اللي هو تحالف الحراك سور مع الحزب الشيوعي مع مواطنين مواطنات. لا هيدي ضروري اسمع الناس، لازم يعرفوا ليش ما تحالفنا. والحمد لله طلع انه كان خطأ، يعني قرارنا صائب انه ما نتحالف. اول شيء الاخ شرب النحاس مع صداقتي معه 30 سنه مع محبتي له، بس اظني بعالم اخر، هو الصح وما بيشوف وما بده يقتنع من حدا، بده يرشح 59 دائرة وما مهم النجاح، هو بده يجمع 100 و200 و1000 صوت هون، هذا بيطلع جمهوره بلبنان، ومستعد يكب 5 مرشحين هون وهون 4 وبعدين بسحبهم إذا اتفقنا شو، وهو رشحهم، هذا قلت له مش أسلوب. فهيدا شربل مع العلم أنا بظن نيته طيبة، بس بعالم آخر. الحزب الشيوعي ما بتفهمي له شو أجنته. طيب ليش مصرين علينا على علي خليفة؟ وليش أصريتوا على علي مراد بلائحة جنوب الثالثة؟ بينا أنه علي خليفة مزبوط أنا ما بعرفه، بس سألت واستفسرت وسمعت خطاباته. أنا كيف بدي أترشح مع واحد مدعوم بالكامل من حزب الكتائب وكلنا إرادة؟ وأنا بدي أتشكر ألبير كوستاليانا، ما تقلي لي ما تجيب سيري، ما عم ما بهين حدا، بس ما فيك ألبير كوستاليانا كلنا إرادة تحطوا أنتوا كمية ألف دولار لكل واحد من هالمرشحين ضدنا، ونحن متبنيين خطاب الإصلاح في الدولة. ليه؟ شو عندهم؟ أنت عم تتق يعني عندك إثباتات عندي، يعني اليوم تتحمل يعني مسؤولية، يعني لا هنا عم بمولون، أنا بعرف عم بمولون. إيه بس إذا ما في يا ستي إليلي واحد بالحزب الشيوعي منين بيجيب يطلع على التلفزيون كل حلقة بدها 30-40 ألف دولار لايف؟ منين يعني؟ منين؟ تمويلهم كلهم هاي اللوائح من وين عم بيجي؟ والمظلومين باللوائح مثل حسن بزي ما عم بيقدر يحط بانو. يعني في شيء غلط وتبين تحالفاتنا صحيه، وانا انما هل معناتها ما بنتمنى واحد منا يخرج؟ طبعا بتمنى واحد منا يخرج، اي تغيير نحن معه، بس انا ما في اتبنى. كمان انت خدي مفارقه اخر 6 ساعات هن اخر شيء راحوا لوحدهم، انا ما قدرت اتفق انا وياهم وزملائي بالليحة رياض وبشرة ويوسف خليفة دعموني بهالموضوع، ألفوا ليحة. فجأة كان مفروض يجي معانا واحد شاب اسمه استاذ قاسم داود اللي هو خيه للقائد بحركة أمل اللي قامت لقيامة لما ترشح، يعني ضجت وخونوه. انت ها تذكر قصة قاسم داود؟ وكان في مرشح كاثوليكي، نحن ما معنا كاثوليكي، ما معك كاثوليكي لانه ما قدرت، ما في الا 2. نعم. مرشح الاخر ورجل محترم اسمه روبير كنعان. طب شو بيجمعوا بقاسم داود؟ ما بعرف. وواحد من حزب الشيوع اسمه داود فرج، شو بيجمعوا؟ فجاه باخر 3 ساعات الفت ليحه قواتي مع اخ لقيادي بحركه امل، وما طلع ولا احتجاج من حركه امل. يا سبحان الله، قواتي مع اخ لقيادي بحركة امل وما حدا شكى، بينما لما شكوا انه بده يجي معانا قامت لقيامي. طيب عظيم، فاذا ما زرعت الحال هاي اللائحة تألفت باعتقادي، هذا مش باعتقادي، باتفاق بين الرئيس بري وسمير جعجع من اجل اضعاف لوائح المعارضة. طيب ما قدرت جبت كاثوليكي معك على اللائحة لانه في هشام حايك اللي كان ملتزم مع التحالف وتمنى علي كثير انه اترك بشرة وتعا انت ورياض، قلت له ما بقدر. والتاني روبير كنعان واللي هو بنيت صداقة بينه وبينه لروبير، حقيقة محترم ما بتمنى له إلا كل التوفيق، بس أنا ما فيي إنه يكون متحالف مع القوات اللبنانية، ما أكسبه بالصوت المسيحي بخسر أضعاف منه بالصوت الشيعي، غير إنه نحن ما في توافق بخطابنا السياسي بينه وبين القوات اللبنانية. طب عظيم، بخطابك مع الناس اليوم شو العنوان الأساسي، سياسي أم اقتصادي، بوقت ما عم نشوف إلا تناحر؟ ما في اقتصاد بدون سياسي، وكل اللي من يوم اللي بلشنا النضال من سنة 98 بيقولوا لنا حاج تحكي شو الحل؟ حطينا الحل ب 98 99 2000 لعند 2021، كل سنة نفس الحلول، بتكبر الأرقام وعجز الموازنة بتعرفيه كله، ما رح يحكيون. طيب أنت كيف بدك تعملي أي شيء إذا رئيس مجلس النواب ولجنة مال الموازنة وكل الهيئة العامة للمجلس النيابي بأغلبها
هي من توافق على نظام المحاصصة وتعرقل كل إصلاح المالي. أنا كيف بدي أعمل لك حل وما في تدقيق جنائي؟ اشرحي لي. كيف بدي أعمل لك حل وهني مسكين وزارة المالية لازم توقع على كل شيء؟ كيف بدي أعمل لك حل وهني مسكين القضاء عن بكرة أبي؟ من أكبر قاضي قلت لي بدك تقاضي بالقضاء، قلت لي روح أقدم على القضاء. عند أي قاضي بدك تقدمي بالجنوب؟ قولي لي. قولي لي عند أي قاضي؟ أنت بتعرفهم أكثر مني. مع العلم جزء منهم أصدقاء شخصيين. بس هن تابعين لهالزعيم. طيب عنوانك الاساسي شو رح يكون؟ عنواني الاساسي هو وقت اسست تجمع الاتحاد الدولي. اليوم ليش سميناها الدوله الحاضنه؟ لانه البيئه الحاضنه للمقاومه لا يمكن ان تكون بيئه محكمه مصانه محميه فقط بسلاح. ما بيكتمل حمايه السلاح الا ما يكون هناك ايضا دوله قويه قادره عادله تقوم بإعطاء الحقوق للمواطن وأخذ منه واجبات. بدون هيدا دائما بستعمل مثل يا داليا، الشهيد لما استشهد ما استشهد مشان أهله يعيشوا بكرامة على الأرض. طب إذا الأرض تحررت والمواطن مأسور والمواطن مزلول، شو بينفع تحرير الأرض؟ أي هم أسوأ اليوم بالنسبة لك، تخويف الناس أو المال السياسي وشراء الأصوات؟ لا تخويف الناس، شراء الأصوات مرحلة. أنا عبقلك أقسم بالله العظيم ما شاهدت بأم العين لم أكن أتصور واقع. بيضربوكي برخصة بيتك، بالدين اللي أخديته عبيتك، بالوظيفة، بيضربوكي بالأرض المزروعة. طب أنا حاطيك هلأ ذكرتيني، والله مش حاطتها على الورق. أنا عندي أرض كبيرة جنب ضيعتي بضيعة اسمها صريفة، هيدي القصة عمرها 15 سنة، 70,000 متر. كبرت صريفة كان اسمها المرج، صارت على المرج، المرج مسطحة، صار في قهوة المرج وكازينو المرج وصيدلية المرج وغيره. بطلع على بزورة بقول لهم لمين هاد؟ بقولوا واحد عايش برا. فجأة البلدية اللي تابعة للحركة أخذت منا من الزاوية 2,000 متر، أخذ 2,000 متر. عمي ثاقبت قاضي متقاعد، استلم القضية، نلخصها هيك على السريع، أخذ حكم بعد 6 سنين بالمحاكم لإعادة الأرض إلى أصحابها. طلع تابع صريفة لجوية، طلع لمغفر جوية لينفذ الحكم. شو بقول له مدير المغفر؟ عذرنا يا ريس، انت على الراس والعين وانت حبيبنا وقاضينا، بس انا ما في ينفذ غير ما يجيني امر من عين التيني. هيدا الجو اللي نحن موجود. حكيت للاخوان بالحزب القوي، قال نحن ما فينا نعمل شيء. طب ورحت الالفين متر، شو عملت؟ حتى ما خلي علي هيك شيء برعت فيها، بس لأنه إلي حكم وإلا بتضلها غير شرعية. طيب برعت فيها. إذا بدي أختصر من بعد تجربتك، كيف بتقيم قانون الانتخاب؟ شو هي أبرز نقاط الضعف فيه اللي بتستجوب التعديل؟ بكفيك الحاصل والصوت التفضيلي لهلا جمانة مساعدتك. الناس مش فهمانة انه مثلا شو يعني صوت تفضيل المسيحي بمنطقة شرق صيدا والزهراني ما بحب انه المسيحي بشرق صيدا في صوت لي الي انا بالصور من انه لا في يقول صوته للليحة بالصوت التفضيلي لرياض الاسعد، وبصور ابن صور من انه له لا الصوت التفضيلي لإلي ما فيك تعطي لرياض الاسعد، وهلما جرى هذه هاي مصيبة. تاني شيء عم تحطي عائق. طب نحن اذا طلع الحاصل 17 وجبنا 16 كيف ما بيطلع لنا؟ رجعوا للنظام الاكتري، ما في نظام اكتري. وبيجي نحن عم نقاتل، يعني اليوم صورة المهرجان للسيد حسن مقاومة بهنيه لأنه عنده جمهور قوي، يعني هذا جمهور يفتخر فيه. بس هذا الجمهور لو قصة هو عم ننافس معه بطريقة عادلة ما عندنا مشكلة. هو بخطابه هذه الانتخابات هي حرب تمويه سياسية، لقائنا معكم في 15 أيار للتصويت لنا و لحلفائنا. طيب بالماضي عمل خطاب نحن بنطلب منكم انه نحن هدفنا ننجح وانجاح حلفائنا. طيب بنقول له يا سمحت السيد انت على الراس والعين، وانت الك برقبتي، انا الي حسن خليل برقبتي الى يوم القيامة، لانه انت حررت ضيعتي، انا ما كان في اوصل لضيعتي، ما ممكن انسى انا ناس شهداء سقطوا لحتى ارجع لارضي. طيب على راسي وعيني، انت ما بتكفي الا تنجح من رصيد المقاومة، بدك تعطي من رصيد المقاومة لإسقاط حسن خليل وإنجاح من هم أفلسوا بيئة المقاومة. أي هيدا فقه، أي دين، أي أخلاق، أي مفهوم وطني بناء دولة بده يكون هيدا هيك. هلأ عندهم تعليلاتهم، هاي أولوية، دم الشيعي اللي بدك إياه.
لا تنعنا منهم ولا هن قادرين يقنعونا. نعم. شو السيناريوهات المتوقعة بعد 15 أيار؟ بيجتمع المجلس النيابي بقولوا القوات إنه هن ما بصوتوا لرئيس بري. أنا بستبعد من معرفتي بالسياسي هو هيدا خطابهم هلأ يعني. إيه التقارب ما بين جعجع وبري هو هلأ يشبه التقارب ما بين جنبلاط وبر التاريخي. ومنشوف النواب مع بعض وهلما جر. ثم الوحيدين اللي ممكن ما يصوتوا للرئيس بري بس ما بنعرف أيضا لأنه أيضا هن بالتحالف الانتخابي هو التيار الوطني الحر. غير هيك جنبلاط الاشتراكي البيئة الشيعية هلأ إن شاء الله نخرق. ما بعرف إذا بنخرق إن شاء الله بنخرق. أنا كنت متشائم كتير هلأ متفائل. عندك أصوات عندك نسب من الاغتراب إذا تم التصويت لك ببعض أنا متفائل كتير بالنسبة اللي حصلت عليه بالاغتراب هلأ مش معناتها إذا بكرة ما نجحت مصدوم. بس حتى نرجع قبل ما أقلك شو المشهد 16 أيار ذكرتيني طب شو بيضمن لك وقتها سألتيني على المندوبين. نحن مش عم نقدر نزور العالم إلا بالسر أو الناس بيجونا بالسر أو بيبعتوا لنا رسائل عن خلينا لحتى ما نضيع المشاهدين كتير لأنه رح نرجع لهيدا البارت اللي هو بعد 15 أيار. فإذا رجعت أنت للسؤال إنه شو بيضمن لك مندوبين. نعم. والموضوع بعد 15 أيار مهم لأنه بدي أحكي على الغاز كتير وعلاقته بالحرب الأوكرانية الروسية. طبعا عندي هون هودي الأسئلة بس بدي قد ما في أختصر الوقت الساعة 11 و11 ونص في أخبار. انتوا اخرتوني وانتوا اخذتوا من بس وقت. بلشنا من ال11 و8 دقائق صرنا ساعه الا 3 دقائق على الهواء ما شاء الله. ايه اسم الله عليك. خليني اقول لك موضوع المندوبين. مهرجانات بتعرفي شو العوائق اللي كانت امام مهرجان. اذا زيارات ما عم نقدر نقوم بده يجينا ناس على المهرجان. اصلا المهرجان هو بيعملها واحد لتجيش اعلامي بس بده يصوت لنا حيصوت لنا مهرجان بلا مهرجان. والزيارات عم نعملها سريا. بنبعت اسامه ساد اكثر شيء بروموشن عم نعمل بضل مندوبين. رياض الاسعد عنده مكنه حقيقه يهنئ عليها يعني كلها حتى مع جي بي اس مع جوجل ايرث مع كذا. انا قررت انه ما اتحمل مسؤوليه مندوبين. طيب. بس انا بقول انه يا ثنائي شيعي او حتى خليني ما اكون منافق يا حزب قوي نحن عم نتنافس معك ومع حليفك الحركة يعني الحزب والحركة اعتبروها منافسة عادلة ما عندنا مشكلة. انتوا اكيد بتعتبرونا انه نحن مش شايفيننا. طيب عازم شو حلك استاذ؟ نحن قبلانين كل اللي عم بقوله. بما انه ما في مندوبين انا عندي تمني طلب هو طلب مفروض انه الحزب القوي والسيد ما يرفضه. انتوا الاقوياء ونحن ضعفاء. طيب الطلب تضمنوا لنا نزاهة الانتخابات ونتيجة الانتخابات مهما كانت النتيجة نحن بنرضى. بس انت رياض الأسعد عندهم مندوبين اكيد رح يكون على اللي حكى لا مندوبين بالزهراني انا عم بحكي قضاء سور. قلت لك نحن عندنا احصاءات اللي ما قلنا مندوبين فيها. طيب فاذا تدعو الى ضمان النزاهة الانتخابات لا وتعول على هيدا الشيء مش نقطة مريل علي مرة الكرام. انا عم بسأل الحزب القوي وسمح السيد من باب اخلاقي وديني وواجب وطني انه انتو قادرين انه تمنعوا الغش بالانتخابات. طيب. فينا نمون انه نطلب هالشي ضمن المنافسة العادلة. انتو حرين بتركها لضميره. طب عظيم. هل لح ارجع لبعد 15 ايار قلت لي بالمشهدية الاولى انه منك مقتنع انه القوات ما لح يصوتوا لنبيه بري لح ترجع تحكي على المجلس. لا انا بظن حيصوتوا. هلا ممكن اطلع غلطان بس هيدي مش طب عظيم شو المشهدية اللي بتشوفها؟ بس اكتر المجلس نيابي اعلنوها يعني المرد سليمان فرنجي اعلن طيب حيصوت له الحركة والحزب حيصوتوا اكيد حيطلع ايضا بسبب التحالفات المفروضه على التيار الوطني الحر حيطلع اشخاص مثل إليل فرزلي اللي حاول يخبصنا بسيارته وممكن بيجي ايضا نائب رئيس حتى يضل علينا يقول بالاسباب الموجبه ويحاضر علينا كيفيه بناء الدوله والاصلاح. بعيد نفس التمثيليه لجنه المي والموازن بيمسكوها بألف اللجان ويعود مجلس النيابي كما قال. طيب شو اللي بتشوفه هل رح هلا اخطر ما في المشهد ما بعد 15 ايار قبل ما ندخل بلعبه الامم هو انه هناك رهان قوي. نحن طرحنا الحل. حل هو بوجود دوله جديده من خلال اطلاق اقتصاد جديد والاقتصاد الجديد يتطلب قطاع مصرفي جديد. مزبوط. هي خلاصته. انما هن المنظومه بدهم يالفوا هاي
ومستعدين يبيعوك ويبيع اولادك ويبيعوني ويبيع اولادي مشان المصلحه الخاصه، وبيساوموا على الغاز الموعودين فيه. رح نطلع غاز من بحرنا؟ هلا اللي الامكانيات اللي هلا عم ينحكى فيها مش بس انه موعودين بغاز، عم ينحكى بلعبه الامم ان يكون غاز البحر المتوسط المشترك ما بين الكيان الاسرائيلي ولبنان وأبروس وممكن يوصل لسوريا هالمنطقة، انه فيها غاز قد يكون متوافر بديل عن الغاز السوري الروسي لأوروبا. وهو المطلوب. وهلأ طلع خبير روسي اذا بتتذكري حكي انه الحرب السورية اخذ قرارها بسبب رفض سوريا ان يمر الانبوب القطري عبر سوريا الى أوروبا. هلأ عم بيحكوا بإمكانية مده من البحر المتوسط عبر اليونان وبلغاريا إلى أوروبا. طيب بس أنا بتقييم المتواضع أنه هذا سيؤدي إلى تماسك الحلف الروسي الإيراني مع المحور تبعهم، وقد يؤدي إلى حرب إقليمية إن لم يكن هناك تسوية. يعني هيدي يعني مستحيل هيدي بتشوفها من تأثير الحرب الروسية. السيد ما بيحكي بوثوق هيك، يعني هو عادة نختلف معه بالسياسي بالملف الداخلي، بس بالملف الإقليمي أكيد عنده معطيات. بس بالملف الإقليمي الزلم عنده معطيات. وبعدين ما حكي فيه بالماضي صموده 2006 إنه إسرائيل ما عم تعدل علينا مثل قبل لأنه بتعرف إنه فينا الرد. هلا عندما يقول لن نسمح لهم باستخراج الغاز، ما الغاز بده منصة ثابتة. منصة إذا الإصابة الباخرة يخان ما بيصيب المنصة، صاروخ كاتيوشا بيصيبها. فأنا بظن أنه الأمريكاني والروسي ما عندهم بديل أنه يوصلوا لتسوية إذا كان هناك من استخراج للغاز. وأعتقد أن إسرائيل لن تستطيع استخراج الغاز إلا بتوافق دولي إقليمي عظيم. كيف بتشوف تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة ككل؟ ستعيد بناء توازن الدول من أول وجديد. يعني اليوم بملخص حتى ما هذه الحلقة مش روسية أوكرانية، روسيا والغرب في أخطر صراع يهدد السلام العالمي. أهم مخرج له أنه يطلع وين وين. مستحيل يطلع حدا خسران. أي طرف خسران بيطلع بهالحرب يؤدي إلى إمكانية نشوب حرب عالمية تانية تالتة تهدد السلام العالمي والبشرية. الروس مش بس الروس، اليوم الحرب الروسية ما تقوده روسيا في وراء محور كامل، في وراء أهم حليف إلى هو الصين. لأنه ما سيحصل لروسيا في حال فشلت معناتها الصين بدها تنسى موضوع تايوان، بدها تنسى ترجع هونغ كونغ ربك بيعرف بعد ما أخذتها ومكاو. وبالتالي الصين عند اليوان تبعها مثل ما الروبل. هلا انا بظن الصين ما رح تترك روسيا، والغرب متماسك، تبين انه الغرب فعلا تماسك. انما المخرج هو win-win situation، ما لازم يطلع حدا خسران. طيب من هالحرب رح ارجع للمحاور لمحور لبنان. من بعد الانهيار المالي والاقتصادي والتخبط اللي عم نشوفه بالمعالجه، عشو نحن قادمين بعد؟ شوف اذا ما توقف نظام الترهيب، وانا عم بحكي مش هلا ناس بيفكروا انه عندي حقد شخصي. اول شيء بتمنى يعني بدك تسمحي لي انه وجه رساله للاخوه بحركه امل. اليوم كميه السباب والشتائم كانوا اخذين قرار من يوم اللي بلشت انا نضالي وما بعمرهم قربوا لي، بس اليوم السباب والشتائم غير مشهوده. انا اقرا وابتسم وبقول لهم بكل سبكم وشتائمكم انا بحبكم. وانا هدفي انه ارفع حاله الوعي عندكم ليصير عندكم مستوى فكري تبطل يخطر على بالكم هالنوع من السباب والشتائم. وهذا اذا ملاحظ الاسلوب منتشر بالعالم، يعني هيدي والمشكله انه في لا التنمر، استعمال الشخصني، غير بعدين ما بعرف الرئيس بيرلي تعرض للكرامات النسائية معممه بكل العالم. يعني الناس بيفكروا انه في شيء شخصي، برجع بقول لهم كان محامي اهلي وعلاقه شخصيه وعائليه، اختلفنا 180 درجه بالسياسه، ماني موافق على كل اسلوبه باداره الدوله. انما هي رسالتك الى انما إلى لازم جمهور. لازم هو يعطي تعليماته، بيوقف تأليهه، انت بهاء وبلهاء انت نبي، نحن منضلنا نحبك لتموت الشمس، وهلو مجرة. بعدين هول السبب الشتائم، يعني خليني اقول على التلفزيون اقل كلمة كلب سرمية اللي بتوسخي. بس هيدا شيء عم نشوفه بكل لا 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 بس بكل الام والاخت بهذا التعاطي. نعم يا اخوان،
نحن إذا أنتوا أولاد بي سيئبت بالصدفة قسما بالله اللي قالوا السيد اليوم بخطابه نحن جمهور السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد موسى الصدر، قلت اليوم بتغريدي إلي الصبح إنه هول من ضيعتي، هول من ضيعتي، ونحن لازم نرجع لنهج هول الشخصين عظيم. بس اللي عم بيمارسوه للشباب هذا نهج سرمي. وصلت الرسالة استاذ حسن، بس خليني ارجع، هل بتشوف انه نحن عشو قادمين بعد الانهيار المالي وهذا التخبط في المعالجة بشكل سريع؟ دولار ما في، معش معي دولار ما في، ليرة ما في، لانه ما في يضلوا يطبع. أوكي. بعد انتخابات نجيب ميعاتي عاطي التعليمات لرياض سلامي ما بيستحوا لحديث هلا، اليوم يقال انه القضاء البلجيكي حكم على رياض سلامي، ما بعرف، وهلا صناديق الاقتراع رايحين عند رياض سلامي، يعني تصور يصير فيه مصير الودايع. شو هيك انا ما عندي ثقه بدون ضماني من الحزب انه يضمن نزاهه الانتخابات فوق من هلا، بقول لك في تزوير فيها، ومستعد وعلى صعيد البلد بشكل عام يعملوا دم، مستعدين يعملوا دم انه يمنعوا خرقنا، بس ان شاء الله حنحاول على صعيد البلد بشكل عام. على صعيد البلد اذا ما دخل علينا كتله نقديه كبيره. نعم. وهي الكتله النقديه وهذا اللي حكيناه، هذا عم بقول لك اياه بال2017 معك. نعم. كتله نقديه كبيره بدها تصير بتوافق غربي، والتوافق الغربي ما راح يجي غير بتسويه اقليميه، كميه 20 ل 30 مليار دولار، مش انه 3 مليار دولار على اربع سنين. ونفاق حكومه نجيب مئاتي، ما في اتفاق صندوق نقد، كلها كانت كاموفلاج لشراء الوقت للانتخابات، غير ما يجينا كتله نقديه لحتى نرجع نعيد رسمله البنك المركزي واطلاق القطاعات الاقتصاديه من انتاج زراعه وصناعه وسياحه من خلال وجود قطاع مصرفي جديد. نحن رايحين لوقت ما في دواء على رف الصيدليه، ما في قمح وطحين، ما في خبز بالافران. قلت وقت اللي قلت لكم رايحه الوديع ما حدا صدق، وقت قلت لكم كذا، انما هل معناتها كل الشعب بيفقر؟ لا. شو بيصير؟ بتعايش الناس، يعني في شيء مش طبيعي. انا رحت على صور قعدت ساعة لطلعت من سور، وساعة ونص لفت وطلعت من صيدا. ليش اوتوستراد صيدا ما خلص ما بعرف، بس بدي اقوله على انه بهالوضع بعد الناس ماشي حالة. ليه؟ محافظين على سعر الليرة اصطناعيا، اوكي، والدولارات اللي عم تيجي وبعده عم يجي اللبنانيين، بس كل ما تدهور الامن والقانون واذا ساءت الاوضاع بعد 16 ايار معناتها بدنا نعيش بالدولارات اللي بفوتوا على البلد. قلت بسنة 2018 سينتقل لبنان إلى اقتصاد مدولر يعيش على كمية الدولارات اللي بفوتوا من المغتربين لجوا، مع بعض مليارين تصدير، مع بعض من يقدم يعني محامي، يعني رحنا على الفقر الكلي حسب ما شايفه. يعني خليني أقول 70 ل 75% من الشعب اللبناني يكون في حالة الفقر. نعم. طيب الأسئلة السريعة اللي بدي أسرعك أسألك إياها، بدي أستأذن بس لأنه معي صرنا أكثر من ساعة، بعتذر إيه بس لأنه في وقت محدد ما منا قادرين نعطي أكثر. هل وجدت أنه كان هناك جدوى من مواجهة الثنائي الشيعي؟ طبعا في جدوى، شوفي بحكيها وفي ابتسامة على وجهي. أنت مستقلي أنه يجي واحد مع مجموعة بليحتنا نقول نحن نقول للثنائي الشيعي انتو مش كل الطائفة الشيعية، مع العلم، مع العلم يا لبنان اسمعني، اذا الله بده ينعم علي بحياتي ان ارى لبنان بدون طوائف، انا اريد ان اعرف بلبنانيتي وانسانيتي. انما بوضع الحالي انه واحد يجي يقول لهم للحركة وللحزب انتو مش كل الطائفة، وللحزب انا مع المقاومة ولكن انا مع الدولة، للحركة يقولون على أنه أنتوا فيكن تروحوا وتعملوا بألمانيا وبلندن وبأفريقيا اللي عملتوه مبارح ونقلتوا نموذج تصرفكن، وأي كلمة بيطلعوا بيحكوا بطريقة، خليني كمل، بيحكوا بطريقة فوقية أنه ما عجبوا نحن مكسر راس. طيب عزيم، بس لكن أخي بتكسر راس واحد بعضامه، وصلت، بتكسر له فكره، وصلت وصلت وصلت. بس لأنه بدي إياهن شوي سريعين، لو أردت الفوز ما كان أفضل لو ترشحت عن دايرة غير جنوب؟ طبعا انا قررت انزل بجنوب لرمزيتها، وهيدا اكبر دليل انه امكانيه فوزي بجنوب اقل ما انه لو نزلت ببيروت تاني او بعبدا، ولكن رمزيه التنافس مع الثنائي الشيعي من غير ما اعتمد على صوت مسيحي وسني ودرزي مثل ببعبدا، خليني انزل هل نعم بجنوب في حال اصبحت نائب، هل تؤمن بقدرتك على التغيير بظل هالنظام؟ اي كيف اذا كنت اقليه بقى بالمجلس النيابي؟ شوفي شئنا ام ابينا، هلا هذا ما خاطر ببالي جوا، رئيس جمهورية صلاحيته تقريبا شبه معدومة، ما بعد انه بده يؤلف تشكيل الحكومة بده يمضي عليها.
إميل لحود وقت كان رئيس جمهورية بس يعلي صوته بمجلس الوزراء كان يوقفوا أصبع لرفيق الحرير ولمروان حميدي ولفؤاد السنيورة. إذا واحد نايب بيعرف يحترم حاله وبيعرف عندما يقدم محتوى يرفع الصوت ويقول له رئيس مجلس ليس هكذا تدار جلسات مجلس نيابي، ليس هكذا تصدق، وهذا سقط وهذا تصدق. غيرك كثير عملوها، جربوا يعملوها. نجرب مرة أخرى. أظني 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 إذا واحد جرب في أكثر من حد على إنه يطرد من المجلس النيابي، أنا إن فت على المجلس النيابي ستأحمل إنه إمكانية طرد من المجلس النيابي. في حال ولكن لن أسكت. في حال ما توفقت بالانتخابات وطويت صفحة الانتخابات، في حال الخسارة، شو اللي رح تعمله؟ أول شيء ما في خسارة. هذه مش خطاب شعبوي. عم بقول لك لو بتشوفي أنت الرسائل والتواصل مع الناس، هالمرة ما بدي أحلف بالله، بدي أحلف بولادي. انه لم اتصور يوم من الايام انه انا عندي محبه من الناس باللي هلا اوقات ما بعرف كيف انا وصلت، كيف انا مزبوط وصلت لهالمحبه. طب ما رح نسميها فتنة. فنحن نجحنا، نحن نجحنا ستنا، نحن نجحنا. ما رح تهاجر. وطالما فينا نفس لن نتخلى عن لبنان. عظيم، كثير منيح. لبنان هو ابننا، هو ابننا. اوكي، شو بتقول للناخبين بآخر الكلام لا يمل يعني من الحديث معك ومن المعطيات اللي دايما عندك إياها؟ أنت بتخذين حلقة انتخابية. لا، أنا ما بدي أقول للنخبين. شو بتقول للناس؟ أنا ما بدي أقول للنخبين، بدي أقول للمواطنين وللجنوبيين. للمواطنين اللبنانيين أنا ما عندي حرج أقول ببوس إيديكم، بركع على ركيبكم، ما تفرطوا بلبنان. أنتوا كلكم عم تفرطوا بلبنان. بقول للجنوبي خليك عزيز، ما تخلي واحد يزلك. اللي وقف بحرب 2006 فيك توقف قدام اكبر طاغي. نحن جماعه تلاميذ السيد موسى، انا جيل السيد موسى، مش الجيل اللي عم تشوفيه اللي بيهدد بالبلطجي وبالضرب وبالسحسوح، بيستعملوا كلمه السحسوح يا عيب الشوم، بيستعملوا نحن مستعدين نموت كرمال كرامه فلان. ما حدا من لازم تستاهل تموتي من اجله الا لبلدك، مش من اجل شخص. شو يعني من بعد الله بنعبده؟ شو يعني؟ شو يعني لو هالك انت نبي؟ كيف ترضاها انت؟ نحن اخر الانبياء عنا، خلص من 1400 سنة. الامام علي ما ادعى النبوة، والامام علي سيد العدالة الانسانية، بقول له للمسيحي ايضا وللمسلم. شعار الامام علي موجود على الامم المتحدة، لك اخ في الدين ونظير في الخلق، من ليس هو اخيك في دينك او مذهبك هو يرئيك الانهيومانيتي، هو بتساوي بانسانيتك. نحن كلنا لبنانيين، كل واحد عامل لي مسيحي وهو مسيحيين وهو شيعة وهو سني وهو دروز. بتطلعي بالجبل، بتطلعي بالجنوب، بتطلعي بالبقاع بطرابلس، شيء مخيف. هذا لبنان اللي بدنا اياه؟ ونحن بنقول ايه اعطيها وقت، لانه لازم نلغيها ولازم الناس بطل تخاف من بعضها. ناس منافقه عايشه على الحقد والكراهية والبغض. سنبقى نرفع الصوت لو كنا وحدنا. ويقول الإمام علي أيضا ضرب الحق موحشة لقلة سالكيها. وعندما ظن أهشو ظن أهل الباطل أنهم على حق، عندما سكتوا أهل الحق عن الباطل. أنا بتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله تضل بهذه العزيمة وهذا الاندفاع. بقول كلمة واحدة بس حملك إيه للناخب وللمواطن، أنا ما عندي مشكلة ما تصوت لي والله، بس عندي تمني إنك تتمسك بعزتك وكرامتك وتقول أنا لبناني قبل أن أكون أنتمي لمذهب معين. نعم، بس ما بدي شيء تاني. اللي ما بده يصوت لي لأنه هو شيعي متعصب، أنا قبلين ما يصوت لي. إن شاء الله بتضل، برجع بقلك بهذا العزيمة وهذه المثابرة وهذا الإصرار وهذه الوطنية، ومنتلاقى ومنشوف وجهك على خير، وكمان سلام لمدامتك سمر. تسلم يا ستنا، وإن شاء الله منشوفك بعد الصيف لا إن شاء الله منشوفك بالصيفية بلبنان وبربوعه، ومنكون سوا عم نحلل إلى الأفضل، وبيكون في شيء أفضل للبلد. شكرا جزيلا. بس خليني أرجع عيد تعهد بالحلقة الماضية لأنه تعهدت. أنا إن شاء الله متفائل إنه نخرق. إذا خرقت بالانتخابات النيابية يعني سأنظر من فوق إلى تركيبة المجلس النيابي. إذا في فريق ممكن نشتغل نحن وياه من أجل صرخة جدية بالمجلس النيابي، ساعتها بقول واحد بيستاهل يناضل من أجله. إذا لقيت على أنه من أول شهرين أنه لا، القصة تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي، سأضع نيابتي
أمام اللي انتخبوني وقلوا نعذروني. نعم، أنا بتمنى ليلة سعيدة للمشاهدين، ونلقاكم إن الله راد الأسبوع المقبل. صوته صح، صوته للبنان.